بسم الآب ابن الروح القدس إله واحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آيات اليوم هي من أمثال 3 عدد 3-4. إحنا نعرف كل الكتاب، قصدي الكتاب المقدس، هو فكر الله وموحي من الله. سو الكتاب المقدس إنه يتكلم معانا، يقول لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في عين الله والناس. آمين. مبارك اسمك يا رب. التأمل صغير يجي مع آية اليوم. يعرف الشخص من الرحمة والحق التي يريها للآخرين. سيد المسيح بالكتاب المقدس قال الإناء يطيح بما فيه. طبعا أنت تكون صادق وأمين ورحوم، تظهر للناس هاي الصفات. هذه ليست صفات يمكنها بسهولة أن نقتنيها، هاي الشغلة ما راح تجي سهلة. الرحمة حينما نمتلك القوة، لكننا نفضل أن نكون رحماء. الحق عندما يكون الشخص صادق ومعه ثقة من كل في كل ما يقول ويفعل. هذه الفضائل يجب أن تكون جزءا من حياتنا اليومية، ويجب أن تتغلغل داخلنا، يعني تكون هاي الشغلات موجودة في حياتنا اليومية، ونراوي للناس شلون أنت ابن المسيح، شلون أنت تلميذ المسيح، مو بس مسيح اسمي. عندما نفعل ذلك سوف يلاحظ الآخرون ذلك، والله سيكون مسؤول بنا. راح الناس يشوفونا. المسيح قال تعملوا أعمال صالحة يتمجد الآب فيكم. الصلاة تجي مع آية اليوم. أيها الرب القدوس الأمين والحنين والممتلئ رحمة والحب، سبحك من أجل قوتك ورحمتك وقداستك وحنانك، حبك وأمانتك. أخرج في هذه الفضائل، فأنا أسلم حياتي لك ولمشيئتك، ودع روحك القدوس يغيرني بقوته باسم يسوع ربي ومخلصي. صلي امين. اخوتي الاحبه، ربي يبارككم، ربي يقويكم، شكرا. بدي ثاني اسبوعا على خير. Good night.